المؤتمر الصحفي مستر مارسيل كولر مدرب النادي الاهلي او المدير الفني النادي الاهلي كابتن محمد الشناوي كابتن النادي الاهلي. الدوليين كانوا استغربنا من غيرهم لفتره، وهم كانوا فتره هم مش معانا لان هم كانوا في موريتانيا. طبعا السفريه بالنسبه لهم كانت مده الطيران طويله جدا من القاهره لموريتانيا والعكس، من موريتانيا لابو ظبي. احنا مبسوطين ان هم رجعوا لينا، اتمرنوا معانا بالفعل تمرينين. في طبعا صعوبه للتاكد من مدى مستواهم وقدراتهم الذهنيه والبدنيه في خوض الماتش بكره، وعشان كده دي مشكله بالنسبه لي، بس مش مشكله كبيره، بس دي زي واجب لازم اعمله ان انا اشوف مستوى الذهني والبدني للاعيبه الدوليين. النهارده زي ما احنا قلنا احنا عندنا تمرين، وبعد التمرين هقعد مع الاستاف بتاعي ونشوف هنتمرن. احنا بعد الماتش السوبر خدنا، كان عندنا اجازه والدوليين خدوا بعض الايام اجازه، وبعد كده انضموا للمنتخب علشان ماتش موريتانيا. احنا في الفتره دي لعبنا ماتش ودي وبعد كده ماتش ودي داخلي. احنا بكره هنشوف وهنقيم المستوى اللي وصل اللي ادى يعني اللي نتج عنه التدريبات والمحاضرات والشغل اللي احنا عملناه، هنشوف نتيجته بكره ان شاء الله في الماتش ده. ماتش طبعا كبير، وطبعا ما حدش يقدر يقول، او اي مدرب مش ما يقدرش يقول ان انا هكسب كل ماتش او كده. احنا في الاهلي بالنسبه لنا ده هدف اساسي، ان احنا بنحاول باقصى جهد عندنا ان احنا نكسب كل ماتش عشان نسعد الجماهير. اللعيبه عندنا بيعملوا مجهود جبار في التمرينات والتدريبات، وده امر مخلينا متفائلين وان احنا هنعدي بكره عقبه سيراميكا. مبسوطين جدا طبعا ان احنا موجودين في دوري الامارات، مش اول مره نكون موجودين هنا في الامارات. ده تاني سنه على التوازي بين موجودين في صور المصري. ان شاء الله عندنا مباراه بكره هتطلع بشكل كويس جدا، وان شاء الله ممكن نقول بكره في احنا نحضر كويس جدا. من اهم الحاجات اللي قالها الشناوي الحقيقه لما سئل على مركز حراسه المرمى وهل توافق على التدوير ولا قال لهم انا عايز اقفل الملف ده تماما. هنا احنا في خدمه النادي الاهلي، وهنا كلنا تحت امر النادي الاهلي، واللي بيطلب مننا بنعمله. واشاد جدا بمصطفى شوبير وما قدمه في البطوله الافريقيه وفي الدوري العام، وقال احنا ما عندناش حد يقول لك اقعد احتياطي وما اقعدش احتياطي، احنا اللي بيقوله المدرب هو اللي بيمشي، ومن فضلكم اللي بيطلب مننا بنعمله كلنا من اكبر واحد لاصغر واحد. واتمنى انه هذا الملف يتقفل تماما بعد هذه الاجابه. كلام عاقل من كابتن فريق النادي الاهلي، وكلام محترم. ايا كان اللي هيشارك غدا سواء كان محمد الشناوي او مصطفى شوبير او حمزه علاء او مصطفى مخلوف، لكنه بالعقل كده اللي هيشارك واحد من الاثنين، اما الشناوي واما شوبير، يعني شين شين، وإن شاء الله بالتوفيق.